مرحبا بكم أعزائي المتابعين. طلب مني العديد من المتابعين للقناة أن أنشر درس لنموذج أسئلة الفصل الثاني لمادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي، ووجدت هذا النموذج عبر الإنترنت. Question number one، السؤال الأول. Read the following passage، اقرأ القطعة التالية. Then write، ثم اكتب. Yes or no، أي نعم أو لا. لنقرأ معا. Wood comes from trees. Wood الخشب. Comes from trees، يأتي من الأشجار. A lot of furniture، الكثير من الأثاث. Is made of wood، مصنوع من الخشب. Paper is usually made from wood too، الورق عادة يصنع من الخشب أيضا. Rubber comes from a rubber tree، المطاط يأتي من شجر المطاط. Car tires are made from rubber، إطارات السيارات تصنع من المطاط. Cotton comes from plant، القطن يأتي من نبات. The English word cotton، الكلمة الإنجليزية cotton، comes from Arabic، تأتي من العربية. Leather is used for many things، leather الجلد is used for many things، يستخدم للعديد من الأشياء. Such as، مثل. Shoes الأحذية. Boots الأحذية العالية. Jacket الجاكيت. And bags والحقائب. Most leather comes from cows، أغلب الجلد يأتي من الأبقار. والآن لنحل الأسئلة، أنا وضعت الحلول مباشرة. لنقرأ معا. The word cotton، كلمة قطن. Comes from the Arabic word cotton، تأتي من الكلمة العربية cotton، وهذه إجابة صحيحة، نضع yes. All furniture is made from wood، كل الأثاث مصنوع من الخشب، طبعا إجابة خاطئة لأن بعض الأثاث مصنوع من الجلد مثلا، إذا نضع no. Number three، paper is usually made from cotton، الورق عادة يصنع من القطن، الإجابة صحيحة yes. Rubber comes from a tree، المطاط يأتي من شجرة، هذه إجابة صحيحة yes. Most leather comes from cows، أغلب الجلود تأتي من الأبقار، هذه إجابة صحيحة نضع yes. السؤال الثاني. Question 2، write true or false، اكتب صح أو خطأ. For the following sentences about، عن الجمل التالية. عن the history of paper، تاريخ الورق. طبعا عادة ما تأتي هذه الأنماط بكل أسئلة اللغة الإنجليزية وبكل الفصول. Number one، the ancient Egyptians، أي المصريون القدامى. Didn't know how to make a paper، لم يكونوا يعرفون كيف يصنع الورق. طبعا هذه إجابة false، خاطئة. Number two، only three things، فقط ثلاث أشياء. Are made from paper، مصنوعة من الورق. طبعا هذه إجابة false، خاطئة، لأن هنالك العديد من الأشياء التي تصنع من الورق. Number three، ثالثا. I am using paper now، أنا أستخدم الورق الآن. طبعا هنا يجب أن نضع true، صح، لأن هذه هي نموذج لأسئلة يستخدمها ويحلها الطالب في الامتحان، لذا هو يستخدم ورق. For the first paper was made in China، أول ورق صنع في الصين، إجابة خاطئة، فأول ورق صنع في مصر، تبعا للقطعة الموجودة في كتاب النشاط. Number 5، we can't use older paper to make a new paper، لا يمكننا استخدام الورق القديم لصنع ورق جديد، هذه إجابة false، خاطئة، فنستطيع إعادة تدوير الأوراق القديمة لصناعة أوراق جديدة. Question 3a، choose the correct answer between brackets، اختر الإجابة الصحيحة ما بين الأقواس. Number 1، I have a sister، لدي أخت. I don't have a brother، ليس لدي أخ. إذن نستخدم but لكن، أو نستخدم and بمعنى well. نستخدم but، أنا لدي أخت
لكن ليس لدي أخ. Number two, it's too expensive. هنا too بمعنى لي و too double O بمعنى جدا، فإنه it's expensive غالي، لذا نستخدم too double O أي إنه جدا غالي. Number three, I often work أو works many hours. أنا عادة ما أعمل لساعات طويلة. نستخدم work بدون s لأن works إضافة الs تستخدم مع he و she و it. Oil comes from أو made of ground. النفط يأتي من الأرض ground أو مصنوع من الأرض. طبعا بطبيعة الحال comes from يأتي من ground الأرض. Number five, jeans. الجينز is made أو are made of denim. مصنوع من الدنم نستخدم is أو are. jeans تستخدم لها is عادة لأنها لا تأتي إلا بالجمع، لذا نستخدم لها is وليس are لأنها لا يوجد كلمة jean كي نستخدمها مفرد أو جمع، فهي دائما ما تأتي جمع، لذا نستخدم is. Question number three, B, أي الفرع B من السؤال الثالث. Match the sentences. طابق الجمل in list A بالقائمة A with list B مع القائمة B. وضعت هنا خطوط ولكن إن لم تكن واضحة وضعت أيضا الإجابات هنا. A, what is the dress made of? مما مصنوع الفستان؟ نقول E, it's made of cotton. إنه مصنوع من القطن. هنا Number one. Two. Can I help you? هل أستطيع مساعدتك؟ تكون الإجابة D. Yes, please. I'm looking for a dress. أنا أبحث عن فستان. فنعم رجاء أنا أبحث عن فستان. I want to look at the saucepans. أنا أريد أن ألقي نظرة على المقلاة. Where should I go? أين يجب أن أذهب؟ طبعا لا نستطيع أن نقول are made from clay. ف أو but is just right، فيجب أن نقول home cooking إنه في قسم أدوات المطبخ. Number four, this desk is plain. هذه المنضدة بسيطة أو سادة، فنقول but it's just right for me، لكنها مناسبة لي، وهذه نصا موجودة في الكتاب. Number five, cups and plates. الأكواب والصحون are made from clay. هنا نضع رقم خمسة مصنوع من الطين. طبعا هذه الأجوبة والأسئلة تعتمد على فهمنا لمعنى الجملة والسؤال، فكلما ازدادت معرفتنا للمعاني سهل علينا حل الأسئلة. والأسئلة عادة لا تكون خارج المنهج، فيجب أن نعرف جيدا المعاني، وكما أخبرتكم في الدروس السابقة أن على الطالب أن يحفظ كل يوم خمس كلمات جديدة من المنهج، وسيرى بعد فترة أن رصيده بالكلمات والمعاني قد زاد. Question 4، السؤال الرابع. Choose the correct words. اختر الكلمة الصحيحة. Number 1، there are colorful rubber. هنالك مطاط ملون. الكلمة الصحيحة bottle أو band. bottle قنينة أو bands بمعنى ربطة الشعر. طبعا bands. There is black leather. هنالك جلد أسود لصوفة أو table، منضدة أو أريكة. طبعا صوفة الأريكة تكون مصنوعة من الجلد. T-shirts are made of. التيشيرت مصنوع من cotton. Cotton or denim طبعا مصنوع من القطن. T-shirt. Number 4. Wool comes from. الصوف يأتي من sheep الخروف أو cows الأبقار. نستخدم طبعا sheep. Number 5. It's a hard أو soft ice cream. هل المثلجات ناعمة أو صلبة؟ طبعا soft. وهذا السؤال أيضا من الأسئلة التي غالبا ما تأتي في الامتحانات. Question number 4، السؤال الخامس. Complete the following. هذا السؤال
لابد 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 أن يأتي في كل أنواع الأسئلة. أما متشابهات أو متعاكسات أو حسب المعنى، لابد أن يأتي بكل الأسئلة. Number one, jacket, السترة، denim، أي إنها مصنوعة من denim، النسيج. فإذا keys، المفاتيح، مصنوعة من metal، المعدن. من المثال نعرف ماذا يريد، هل هي متعاكسة أو مرادف أو مما مصنوع أو حسب السؤال. نرى هنا big small، أينه متعاكس، big عكسها small، كبير عكسها صغير، لذا cheap رخيص عكسها expensive غالي. ثالثا first أولا، نختصرها برقم واحد و st، فإذا second نختصرها رقم اثنان و n d. Number four, this، هذا، these، في الجمع نستخدم these، that نستخدم those. Oil, ground، أي أن النفط يأتي من الأرض، فإذا wood، الخشب، يأتي من plant، النبات. هنالك طبعا بعض النماذج الأخرى، مثلا تطلب المعلمة أن نستخدم أدوات التنقيط، أو مثلا تطلب أن سؤال تحدث عن نفسك أو عرف عن نفسك، وطبعا هنالك العديد من الأمثلة الأخرى، لكن هذه الأسئلة وجدتها مبسطة وبها كل أنواع الصيغ للأسئلة التي تأتي في الامتحانات. نتمنى أن تكون قد نالت استحسانكم، وانتظرونا في تكملة الدروس، وإن شاء الله بكل فصل سنضع نموذج للأسئلة بعونه تعالى. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء في الدرس القادم.